وما زلنا في الشأن الليبي، حيث احتفل ميناء بنغازي بدخول أول سفينة تجارية إلى مياهه، وذلك بعد توقف الميناء عن العمل مدة تقترب من 3 سنوات. وقد شهد افتتاح الميناء رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثاني، يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي قد تمكنت من تحرير الميناء بعد مواجهات مع العناصر الإرهابية.